من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. مبروك عليكم تدشين هذه الكنيسة المقدسة وبنائها الجميل وتصميمها يعني الرفيع في الذوق وفي الجمال والأيقونات الجميلة اللي بتزين الكنيسة وشرقية الهيكل وتدشين المعمودية المذبح الدشن على اسم الشهيد العظيم ماري جرجس والقديس يوسف النجار. والحقيقة المذابح اللي بتحمل اسم يوسف النجار قليلة، وأيضا تدشين المعمودية على اسم القديس يوحنا المعمدان، دايما المعمودية نسميها كده، وتدشين الأيقونات اللي موجودة في صحن الكنيسة واللي موجودة في شرقية الهيكل اللي بنسميها أيقونة البنتوكراتور أو أيقونة حضن الآب أو الآب ضابط الكل. والنهاردة لأن الكنيسة على اسم القديس ماري جرجس وعلى اسم القديس يوسف النجار، ومعرفش يعني ايه اللي خلاكم تجمعوا الاتنين دول ويا بعض، عشان ايه سان هوزيه هو يوسف نجار، هوزيه يعني يوسف او جوزيف، جوزيف ويوسف النجار يعني كانوا يعرفوه هنا، ولا اي قديس يوسف على العموم كويس. فانا قعدت افكر هو ايه اللي يجمع الاتنين ويا بعض، لكن الحقيقة يجمعهم ويا بعض وجود صفة مهمة جدا اللي هي صفة الأمانة. وعايز أخلي تأمل النهاردة على الأمانة، وبالصدفة اللطيفة إن الإنجيل بتاع النهاردة المفترض إن كنا نقراه اللي هو إنجيل قاضي الظلم اللي في نهايته بيقول كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير أدخل إلى فرح سيدك. لكن طبعا عشان النهاردة في تدشين فاحنا بنقرأ الإنجيل اللي مذكور يوم 16 توت، باعتبار 16 توت هو تذكار لتجديد وتدشين كنيسة القيامة. كل شيء في الحياة له قانون، فمثلا من القوانين المشهورة اللي كلنا بنستخدمها قوانين المرور. وانت ماشي في الشارع بالسيارة او اي عربية بتبقى بالتأكيد لازم تتبع قانون، والقانون هو فن تنظيم الحياة ازاي حياتنا تبقى منظمة. ولما جيتوا تبنوا الكنيسة الجميلة دهيت ضروري بنيتوها بناء على قانون نظام، وقيسوا على هذا كل شيء في حياة الانسان. فصحة الإنسان أو جسد الإنسان يسير أيضا حسب قانون. لو الإنسان أردنا نعلم واحد وننشأه عشان يخرج يكون مثلا طبيب أو مهندس أو محامي، في قانون يمشي في الخط ده يسير بالصفة دي. وكل شيء في حياة الإنسان ينبغي أن يكون له قانون، حتى الإيمان، إيماننا بقى له قانون اسمه قانون الإيمان. وكلمة القانون هنا يعني الشيء المحدد الجامع الشامل اللي ما يقبلش عبارات غامضة، واضح. لكن السؤال دلوقتي، هل السماء لها قانون؟ سؤال مهم خالص. وهل اللي يدخلوا السماء يدخلون السماء بناء على قانون؟ تقول لي ضروري في قانون. ايه القانون اللي الانسان يدخل به السماء؟ الحقيقة اهم قانون يدخل به الانسان الى السماء هو قانون الامانة، امانتنا، امانة الانسان. وامانة الانسان الكلمة دي اللي اشتق منها اخر كلمة نختم بيها كل صلواتنا، اي صلاة صلوها تيجي في الاخر وتقول امين امين. وكلمة امين تكاد تكون الكلمة الوحيدة في كل العالم الموجودة في كل اللغات
بنفس النطق. امين. وعندنا في العربي احنا محظوظين لانها قريبه الشبه جدا بكلمه الامانه، والاثنين في الاشتقاق اللغوي واحد، قانون الامانه. قانون الامانه له منطوق، له ستيتمنت. فقانون الامانه يقول كده: كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه. والايه دي موجوده في سفر الرؤيا في الاصحاح الثاني في عدد 10. وتاخد بالك ان الايه دي تخاطبك شخصيا، كن انت. بس انت مين؟ راجل كبير ولا صغير؟ رجل او امراه؟ شاب او شابه؟ موجود في بلد قريبه ولا بلد بعيده؟ على درجه عاليه من التعليم ولا درجه محدوده من التعليم؟ لا، الايه مفتوحه للكل، لكل انسان. كن انت. وهذه الكلمه ايضا توجد فيها صفه الالزام، كانه بيقول لك يعني هو ده طريقك الصح. كن. ففيها الشخصيه انها موجهه ليك، وفيها الصفه الالزاميه، والصفه الثالثه اللي فيها صفه الاستمرار، مش تكون النهارده وبكره لا، ولا وانت صغير ولما تكبر لا، لا. كن امينا الى الموت، يعني بطول الحياه، على حسب ما يعطيك الله من عمر كن امينا فيه. والآية دي فيها صفة جميلة جدا، أن نصفها الأول يتحدث على الأرض، كن أمينا الموت على الأرض، لكن النص الثاني في السماء، فسأعطيك إكليل الحياة. إكليل الحياة اللي هو النصيب السماوي، أو نصيبك ومكانك في الأبدية. إذن يا إخوتي الأحباء، الأمانة هي قانون الأبدية أو قانون السماء، عشان يبقى لك نصيب في السماء بالأمانة. والأمانة بقى اتساعها كبير، ويعني مش ممكن الواحد يخلصها كده في دقايق، لكن أنا هدي لك بعض عناوين صغيرة. أهم ما يجب أن تكون فيه أمينا ثلاثة: أن تكون أمينا في الفكر، وأن تكون أمينا في القول، وأن تكون أمينا في الفعل. أفكارك اللي جواك محدش بيشوفها، كلامك اللي الآخرون بيسمعوه، ثم أفعالك اللي بتؤثر في حياتك وحياة الآخرين. تعال نبتدي حاجة حاجة. اولا، امانة في الفكر. افكارنا وعقولنا يجب ان تكون ملك لله، ويقول لنا الكتاب كده: مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح. يعني افكارنا يجب ان تكون مطيعة للمسيح، ده لسه فكر جوانا، يعني لسه ما خرجش. يعني لازم يكون الفكر اللي جواك ده هو حسب الوصية. لازم فكرك يكون فكر نقي. تقول لي ازاي يعني؟ ما احنا باستمرار بتجينا افكار مش كويسة. واحد من القديسين جاوب على السؤال ده، قالوا اجابة بمثل يعني او بقصة، قال: انت لا تستطيع ان تمنع الطيور من ان تحلق فوق رأسك. يعني تيجي عصفورة تعدي فوق رأسي كده، همنعها ازاي؟ تعدي كده تعدي كده بأي شكل. لكن تستطيع أن تمنع الطائر من أن يعشش في شعرك. يعني تصور كده، طبعا تصوير غريب، أن تيجي عصفورة أو يجي طائر ويبني عش في شعري وأنا قاعد ساكت، وهي عمالة تبني العش وتجيب قشة ورا قشة، وأنا عمال أقعد ساكت من غير ما أطردها. أنت لا تستطيع أن تمنع الطائر، أنت لا تستطيع أن تمنع الفكر من أن يأتي إليك. في أفكار بتجن،
من اللي حوالينا، من الميديا، من اللي بنسمعه، من اللي بنشوفه، افكارنا الذاتية ما اقدرش امنعها. لكن لا اقدر امنعه ان فكر وحش رديء لا يليق يجي بقى ويقعد جوايا هنا. ولذلك توجد حاجة اسمها التلذذ بالفكر. واحد كده يستدعي فكرة والفكرة دي في خياله ويبتدي كأنه بيتمتع بيها بالفكرة. فكرة بقى كويسة، فكرة وحشة، فكرة نقية، فكرة مش نقية، كيف ما تكون، ويبتدي تدخل إلى ذهنه. علشان كده لما بنيجي واحنا صغيرين أطفال بعد المعمودية، أبونا يرشم الطفل بزيت الميرون بصليب في 36 موضع في جسمه، لكن أول موضع هو على الرأس. نقول له يا رب قدس أفكارنا، خلي فكري ده نقي. عشان كده اجتهد أيها المبارك أن تحفظ فكرك نقيا. تقول لي وإزاي خلي فكري نقيا؟ داود النبي حللنا الإجابة، حللنا السؤال ده بإجابة جميلة. قال كده: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. عشان كده لما بندخل الكنيسة، الكنيسة لازم تبقى جميلة بنظامها، بتصميمها، بأيقوناتها، بقديسينها، بالسير اللي فيها. يوم كل ده يساعدنا أن تكون أفكارنا أفكار نقية وأفكار مقدسة. أمانة الفكر، ما تخليش فكر غير نقي يقعد جواك وتاخد وتدي وياه. ولما تقعد وتاخد وتدي وياه ممكن تتعب، وممكن الفكر يستقر جواك، والفكر قد يدفعك إلى فعل، والفعل قد يدفعك إلى خطية. فما تيجي من الأول وتشيلها، ما تخليش فكر وحش. وعشان كده وإحنا نمارس الاعتراف، سر الاعتراف، أحد البنود في سر الاعتراف أن الإنسان يكشف الأفكار. يعني فيش مانع وأنا قاعد ويا الأب الكاهن أبويا في الاعتراف أن أنا أكلمه في فكرة معينة كده عمالة تزن على دماغي. الفكرة دي ممكن تكون فكرة ربما تبدو كويسة، لكن في حقيقتها ممكن تؤدي الإنسان إلى مهالك في طريقه. أول شكل من أشكال الأمانة أمانة الفكر، فكرك النقي. واحرص إن المداخل اللي بيدخل منها الفكر، عينيك ودانك، تكون مداخل نقية. المصادر بتاعتك تكون مصادر نقية. ما هو ما تقعدش تشوف حاجة مش كويسة وبعدين تيجي تشكي الفكر. طب ما هو لازم. ما تقعدش ويا شخص لسانه كلامه ليس نقيا وبعدين تيجي تشكي بفكرك، مش ممكن. ده أول بعد. البعد الثاني أمانة القول، أمانة كلامك. في كده مثل مصري، مثل مصري شعبي من الحياة اليومية، مش عارف حافظينه ولا لا. يقول لك لسانك، لسانك ايه؟ تعرفينه يعني؟ انا فاكر الناس بتوع سان هوزي دول ما يعرفوش الحاجات دي. لسانك حصانك، ها، ان صنت صانك وان هنت هانك. مثل مصري لطيف قوي كده وبيخلينا نبتسم واحنا بنقوله، مش كده برضو؟ ما دي بقى الروح المصري. لسانك حصانك، ان صنت صانك، ان هنت هانك. يعني اللسان ده، تصور اللسان ده من اصغر اعضاء جسم الانسان، ولكن قد يحرق العالم، انه عالم الاسم، يضرم من جهنم. يعني ممكن يوصل الانسان لغاية جهنم لسان الانسان. واللسان لما جم يشوفوا الخطايا اللي بيعملها حصروها في بعض الكتب الروحية له اكتر من 100 خطية باللسان. يعني مثلا مسك السيرة، خطيئة.
خطيئة لسان. الكلمة غير النقية خطيئة لسان. مثلا الحلفان خطيئة لسان. وقيسوا على هذا حاجات كثيرة خالص. أمانة القول، كلامك اللي بتقوله، في واحد تشعر ان كلامه مستقيم دغري، وفي واحد تشعر ان كلامه كده كأنه عليه علامات استفهام او علامات تعجب او كلام غامض او كلامه يحتمل كده او كده او كده او كده. ودايما الناس اللي شطار في الحكاية دي، في المهارة دي، يقولوهم تعالوا اكتبوا واشتغلوا في مواضيع المفاوضات ما بين الدول، يقدر يحط لفظ كده في وسط الكلام يحتمل كده ويحتمل كده، يوم دول يقبلوا كده ودول يقبلوا كده، وهو لا يعني كده ولا يعني كده للأسف. والأمثلة كتيرة يعني في التاريخ. العبارات المطاطة، الكلمات التي لا تحوي اي معنى. اسمع داود النبي يقول ايه؟ لتكن اقوال فمي وفكر قلبي مرضية امامك يا ربي والهي. لتكن اقوال فمي مرضية امامك يا رب. الكلمة اللي بتقولها، الكلمة ده انت ممكن تقول كلمة لشخص يتعب من الكلمة دي، ممكن خالص يعني تصوره كده، مع الاحترام، ويعني الكلمة دي صح ما يصحش نقولها، لكن هقولها. لما يجي واحد يوصف واحد يقول له انت فاشل، فاشل كلمة خطيرة. ممكن انسان يفشل في حاجة، لكن مش كل الحياة فاشل خالص. ونسمع قصص كتيرة عن انسان يكون وقع لكن قام وكمل وبقى عظيم. واحد العبارات الجميلة يقولوا كده، العظيم يبني النجاح من النجاح، ولكن الاعظم هو الذي يبني النجاح من الفشل. كلامك شكله ايه؟ في كلام كمان، واحد رغاي، عارفين الرغاي؟ يعني ما بطلش كلام، يفضل يحكي حكايات ويقول مواضيع، عايش كده في هيصة من الكلام. وفي كلام واحد يقول كلام خيالي، واحيان يوصف الاحيان احيان يوصف الحاجة باوصاف ما حتى مش دقيقة. لما يجي يقول لك ياه اللوحة دي فظيعة، فظيعة دي كلمة لا تليق ان انا اقولها على لوحة جميلة، او لوحة جميلة، لوحة بديعة، الوانها كذا. لكن الكلمة دي امال لو كانت حاجة وحشة اقول عليها ايه؟ وهكذا. فازاي اختيار اللفظ؟ في واحد كلامه يبقى زي الطوب، او زي الايه؟ دبش. واضح انكم مصريين خالص. زي الدبش، كلامه كده عمال، في كلام يوجع. وفي واحد كلامه يقول لك يتحط على الجرح يطيب، كلامه طيب، كلمته حنينة، يقول لك الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. كلامك شكله ايه؟ كلامك طيب. مرة ام عندها 3 صبيان، تعرفي الصبيان الولاد دايما يبقوا يعني اكتف شوية، فجاية تقول لي ايه؟ عندي 3 عيال، والثلاث عيال دول مغلبني، دول عاملين زي، وراحت قايلة عبارة مش حلوة عليهم. فبقول لها ابدا، ده انت ولادك دول زي الملايكة. ملايكة؟ ازاي ملايكة؟ هم شمامسة صغيرين كده. ملايكة ازاي ملايكة؟ دول مش ملايكة، دول كذا. ولا لفظ اصعب. فقلت لها هم مش ملايكة فعلا، ده هم رؤساء ملايكة. كل ده انا عايز اشيل من دماغها انها تقول كلمة وحشة على اولادها، حد يقول على ابنه كده؟ فالكلمة والوصف، وعندنا برضو في
في التراث المصري يقول لك الملافظ، اهلا وسهلا، الملافظ سعد. الكلمة الحلوة اللي بتقول في واحد كلامه حلو، كلمة حلوة، الكلمة الحلوة شفاء للنفس، كلمة حلوة، كلمة التشجيع، كلمة الترحيب، كلمة التقدير، كلمة المساندة، كلمة المسامحة، في كلمات حلوة كتيرة خالص. تصور كده ما اقول لك انا متأسف في الحكاية دي، يقول لي لا لا مفيش حاجة، كلمة طيبة خالص كده. من أطيب الكلمات كلمة حاضر، كلمة أيضا من الكلمات الجميلة اللي الإنسان لما بيقولها حتى يقول لك الموسيقى بتاعت الكلمة ده هي موسيقى حلوة مريحة للأذن. كلماتك إيه؟ أمانة الكلمة. لكن يبقى أن تعلم أن أمانة الكلمة في منتهى الخطورة، لأن الكتاب يقول من يقول لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. وأحمق دي في اللغة العربية 4 حروف، معرفش في الإنجليزي كم حرف، 4 برضو، 4 برضو. تصور 4 حروف يمنعوك من السماء. واخدين بالكم؟ أمانة الكلمة. تصور اللي يقول كلمتي أحمق لواحد يستوجب يعني 4 حروف من الحروف اللغة يمنعوا الإنسان ويقفوا كده حائط صد من إنه يدخل السماء. احترس قانون الأبدية، الأمانة، أمانة الكلمة. البعد الثالث والأخير في الأمانة، أمانة الفعل. أمانة الفعل. إيه أمانة الفعل؟ كل ما تفعله، كل ما تاخد بيه قرار في حياتك. اسمع كده، واحد زي القديس بولس الرسول. بولس الرسول عاش حوالي 62 سنة تقريبا كده، نصهم كان بعيد عن ربنا، لا في أمانة ولا في حكمة ولا في حاجة خالص. النص التاني ابتدى يعيش ويا ربنا، ابتدى يعرف المسيح، وابتدى يخدم، وابتدى يكرز، وابتدى يكتب رسائل، وصار امينا. في اخر حياته قال ايه بقى؟ عبارة جميلة قالها كده لتلميذه تيميساوس، قال كده: لقد جاهدت الجهاد الحسن، عملت ايه؟ جاهدت الجهاد الحسن، حفظت الايمان، واخيرا ايه؟ وضع اكليل البر. ليه اكليل البر؟ يعني انت بتقدم تقرير عن حياتك، قال اه انا كنت واخد بالي من كل حاجة، كنت امين في الفعل في كل شيء. وامانة الافعال كثيرة جدا نسمعها في القديسين، حتى في السنكسار بتاع النهاردة في قصة زكريا الراهب ايضا فيها امانة فعل بالغة، عشان كده الكنيسة بتحتفل بيه، لان القصة بتاعت النهاردة ده اكسبشن في تاريخ الكنيسة، يعني ان هم كانوا متزوجين وبعدين هو طلب انه يروح الدير وهي وافقت برغم كان عندهم ولدين، وبعدين خد ولد وبنت، وبعد كده الولد الصغير الولد من الولاد راح يترهبن ويا ابوه في الدير. قصة يعني من القصص زي ما بقول لكم هي قصة اكسبشن، ما هوش ده الوضع الطبيعي. امانة الفعل. نحمية في العهد القديم كان امينا وهو يعود ببعض المسبيين ويبني اسوار اورشليم ويبني ابوابها التي كانت محروقه بالنار. امانه الخدمه، امانه الخدمه، امانه العمل. امانتك في شغلك، مهما يكون شغلك ده، مهما يكون شغلك كبير او صغير، او مهما يكون محكوم بقوانين او محكوم بقانون الضمير، المهم انك تكون امين في كل فعل بتعمله. يقول لنا الكتاب حاجة لطيفة قوي: ان اكلتم او شربتم او فعلتم شيء افعلوا كل شيء لمجد الله.
حتى الأكل الواحد لازم يبقى أمين فيه. يعني إذا كان في أكل برميه لازم أكون أمين في كده، لازم أكون أمين في مصادر البيئة، في الكهرباء، في الطاقة، في المية، لازم أكون أمين، لازم أكون أمين في كل فعل بعمله، في العطايا العظمى التي يعطيها الله للإنسان، الشمس، الهواء، المية، في أمانة الاستخدام. ده في ناس في العالم مش لاقيين مية الشرب خالص، ده نقطة المية لها قيمة، إن كان ربنا موفرها لي أنا أشكر ربنا عليها، لكن ما أكونش إنسان مبذر في استخدامها. في أمانة أيضا، أمانة في الاستخدام المالي. ربنا بيديك خير، المال ملك لله والله هو الذي يعطيه. هل أنت أمين في استخدامه؟ أمين كويس؟ واخد بالك من استخدام الحسن؟ فالمال وسيلة وليس هدف. هل أنت أمين في كده؟ وعلى هذا الأساس يا أحبائي الإنسان يرى قانون الأبدية قدامه ويستعد، استعد بهذا القانون واحترس فيه ويكون قدامك باستمرار علشان يبقى لك نصيب في السماء. أمانة الفكر وأمانة القول وأمانة الفعل، ودي أبعاد كبيرة للأمانة، لكن بيحكمها قانون واحد وكبير: كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. دي في سفر الرؤيا في الإصحاح الثاني في عدد 10. ربنا يحافظ عليكم ويبارك في كنيستكم الجميلة دهيت، وزي ما نعرف ان هي الكنيسة المبنية من الاول خالص بجمال وبشياكة كده وبأناقة، كنيسة لطيفة خالص. وربنا يعوض ابونا صليب على تعبه ومحبته، كل الخدام وياه، كل الارخنة وكل اللي ساعدوه، الشمامسة، انكم تعملوا بيت حلو كده واولادكم وبناتكم يتمتعوا بيه، وانتوا تعيشوا فيه وترفعوا فيه عبادة نقية، تملوه دايما بالصلوات. لما تقفوا قدام ايقونات القديسين الموجودة في كل مكان تتذكر السماء وتتذكر السير المقدسة اللي تحفظك واللي تخليك دايما امين. ربنا يحافظ عليكم ويبارك في حياتكم. طبعا احنا ويانا في الوفد الموجود نيافة انبا كراس، الاسقف العام والنائب البابوي في نيوجيرسي في امريكا الشمالية، ونيافة انبا انجيلوس الاسقف العام مسؤول عن كنائس شبرا، شمال شبرا او شبرا الشمالية في القاهرة، ونيافة الانبا بافلي اسقف عام بيخدم في عزبة النخل وهيبتدي يخدم ويانا في اسكندرية في قطاعات الشباب، والاباء الاحباء ويانا. احنا فرحانين النهاردة ان احنا نزور الكنيسة ونشوفكم كلكم ونتمتع، والنهاردة يبقى تذكار التدشين المبارك تحفظوه، ويبقى ده العيد السنوي للكنيسة، عيد تدشين الكنيسة، وتشرحوا لأولادكم ولبناتكم الصغيرين يعني ايه التدشين، وان التدشين ده هو بمثابة شهادة ميلاد للكنيسة، والصورة الرسمية اللي بتاخدها الكنيسة مع المعمودية الجميلة اللي عندكم. ربنا يبارك في حياتكم، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن.